ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أخواني أخواتي بالاحتفالية هذه التكريمية، ما أحب أقول توديعية، للأخ الفاضل والأستاذ الكبير عباس وادي، اللي كل الاحترام والتقدير على ما قدمه من تفاني وإخلاص في العمل في القطاع النفطي. رجل كان مثال الأخلاق ومثال التفاني ومثال الحرص على العمل. أنا كنت أحد تلاميذة تعلمت على أيد العمل في العلاقات العامة. انثر سنينك في خضم وداعي، واحمل بقلبك ذكريات لقائي. ما زال يربو في الحشاشة ودنا بربوع قلب عابق بوفائي. قررت أن تطوي الرحيل مع الخطى، خذها إذن آمالنا بدعائي. أضمرت آهات الفؤاد مكابرا، فتجشمت عيناك وقع ندائي. أنفاسنا لن تسترد بشهقة لا تحتويها زفرة النبلاء. قد كنت لحنا في شغاف حروفنا، وترنم الأنغام عند غنائي. فاسكب قوارير الدموع بمحجري، واكسر جرار الحزن عند بكائي. تتأرجح الأفكار فيك تأملا، لتلم في كف الوداع ولائي. حييت لم يفر الفراق بجمعنا، إن غاب صوت عاد للأصداء. ما أعرف بيجي مناسبات واحد يكون شوية كلمات والعبارات والمشاعر تكون مطلبة، لكن أستاذ عباس يعني غني عن التعريف كل يعرفه. بالنسبة إلي أنا أشوفه مثال للموظف، يعني حريص جدا وجدي، وأدي عمله يعني بما يرضي ضميره ورضي رب العالمين. وعنده فد يعني لحظة فد شيء علمه، وشعور بالمسؤولية جدا عالي، وهذا ما يتوفر بأي شخص مع احترامي الباقي. وأنا متأكدة أن العلاقات راح تفتقده كإداري جيد جدا أو ممتاز أعتبره، بس إن شاء الله البركة بالباقيين، ونتمنى له يا ربي الحياة السعيدة والموفقية لحياته الجاية والعائلة وأسرته. إن شاء الله يا ربي كل التوفيق، يعني تستاهل كل خير، يعني راح نفقد الموظف يعني ما يتعوض صراحة. الله يخليك، الله يخليك، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. أنا أعتبره يوم حزين، لأنه راح نفقد صراحة من الناس اللي من الشخصيات اللي تمر بحياتك قليلة جدا، يعني أبو رائد من الشخصيات اللي تمر قليلة جدا بحياتك واحد يقدر يتعرف عليها. إنسان مثابر، حرصه عالي جدا، وأب وموجه، وأصور راح نفتقده. نتمنى له احنا السعادة بالمرحلة الجاية، وإن شاء الله الله يحفظ لك أهلك وأولادك اللي راح يستمرون على نفس النهج إن شاء الله، بالنزاهة والعفة والإخلاص والشكر. أنا أشكركم، شكرا جزيلا. أشكركم جدا، وأتمنى من شعبتنا إن شاء الله التعاون ما بيناتهم والإخلاص بالعمل مالتهم. وتجيني العبرات بصراحة دبشي، بس على منفرق إن شاء الله مو بعيد عنكم، أنا قريب يومكم إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى لكم كل الخير والموفقية، وهي سنة الحياة، سنة الوظيفة الشكل يا إخوان.